بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمان من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح 3D موديلينج أوتوكاد، والنهاردة هنتكلم عن أمرين مهمين اللي هما أمر ريفولف وأمر سويب. أنا اتكلمت عن إكسترود ولوفت، هنبتدي النهاردة نتكلم على ريفولف وسويب. ريفولف إما بدوس عليها من هنا أو إن أنا بكتب في الكومنت تحت الاختصار بتاعها REV، ده هو ريفولف، هدوس عليها بالشكل ده كده. وهنا بيقول لي select object to revolve، انا عايزه الاوبجكت ده. تمام، عندي هنا في مود، لو دوست عليها كده عندي فيها سوليد وسيرفس، لما بخلي 3D عندي سوليد او سيرفس، انا هخليها سوليد الاول. تمام، وهاجي اقول له عايزه ريفولف على الخط ده. طبعا الخط والكيرف ده انا كنت رسمهم في 2D وبعدين رفعتهم زي ما احنا شايفين كده وبقينا في 3D، وهاجي ادوس على اوبجكتس واختار الخط ده، شايفين بيعمل لي ريفولف. هنا بيقول لي انجل اوف ريفوليوشن، انا هخليها 360 زي ما هي وادوس انتر، على طول عمل لي ريفولف بالشكل اللي احنا شايفين ده. يبقى هو عمل لي ريفولف على ايه؟ على اوبجكت رسمت زي ما احنا شايفين بولوجن بالشكل ده كده، وهاجي اعمل ريفولف وهاجي اختار البولوجن وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين هنا اختار ايه؟ هختار الاكس، يبقى انا هلفه حوالين الاكس، اعمل ريفولف حوالين الاكس اهو، شايفين اهو، انا لفيته 360 درجه يبقى بالشكل ده، لفه زي ما انا عايزه. فمثلا هاجي اقول له 180 درجه بعمله لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن بقى ان انا اعمله على الواي برده والزد، لو انا جيت رسمت سيركل بالشكل ده كده وعايزه الفه حوالين الواي، هاجي اقول له ريفولف واختار الدايره بعدين ادوس بيمين ماوس انتر، وهنا عندي الواي اللي هو اختيار الثالث زي ما احنا شايفين كده اهو، لفه لي ممكن لفه لي كده اهو 360 درجه زي الثاني بالظبط، ممكن ان انا الفه باي طريقه ثانيه اهو، يعني مثلا بالشكل ده كده اقول له 45، يبقى كده عمله لي على الواي. هنيجي بقى على اخر حاجه اللي هي الزد، ريفولف زد، هاجي ارسم ريكتانجل، طبعا الريكتانجل ده في 2D مثلا 10 10 اضلاع بتاعته. تمام، وهاجي اعمل له روتيت 3D، طبعا دي هنشرحها بعد كده، ادوس بيمين الماوس انتر واجي اقول له حوالين الواي وادوس احدد النقطه بتاعتي واقول له 90 كده اتعمل لي في 3D، واجي اقول له ريفولف واختاره بعدين ادوس بيمين الماوس انتر وبعدين اختار الزد، شايفين ممكن بقى اعمل الزاويه اللي انا عايزاها، فمثلا ممكن انا اعملها 45 برضه بالشكل ده كده. يبقى لازم يكون الرسمه بتاعت عشان اعمل ريفولف على الزد لازم تكون في 3D. هاجي اتكلم عن الامر الثاني اللي هو هشرحه النهارده، عندي ريفولف وبعدين هنا سويب اخر حاجه هنا، او ان انا هكتب اختصارها في الكيبورد اس دبليو اللي هي سويب اهي. تمام، طبعا قبل ما اعمل الكلام ده لازم ان انا ارسم، هاجي ارسم سبي لاين بالشكل ده كده، اي سبي لاين ممكن ان احنا نرسمه اهو. تمام، واجي ارسم دايره من بدايه كده اهو بالشكل ده، ممكن ان انا ارفع الدايره دي اعملها روتيت وممكن ان انا اخليها زي ما هي كده، واجي اقول له سويب اس دبليو اللي هي سويب. عندي هنا بقى في مود، برضو المود هنا فيها سوليد وسيرفس، انا هخليها سوليد ادوس انتر واختار الدايره اللي عندي دي، وبعدين ادوس بيمين ماوس انتر، وبعدين هنا بيقول سيلكت سويب باث، انا هختار الباث ده عمل لي سويب زي ما احنا شايفين كده. هنيجي بقى نتعلم سويب تويست ازاي ان احنا نستخدمها ونعملها تويست. هاجي ارسم ريكتانجل، هي ريكتانجل بالشكل ده كده. تمام، واجي ارسم بولي لاين 3D بولي لاين، هاجي هنا اقول له جيومتريك سنتر من السنتر بتاع الايه الريكتانجل، واعمله مثلا 250 بالشكل ده كده وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اروح على سويب هنا واختار الريكتانجل وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اقول له سكيل، اخلي السكيل عندنا نص، وبعدين ادوس على تويست من هنا
واقول له اعملها لي 1000 مثلا وادوس انتر. وبعدين اختار الباص عمله لي زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده استخدمنا سويب اهي على شكل تويست. يبقى احنا اتعلمنا النهارده امرين مهمين في برنامج الاوتوكاد اللي هو امر سويب وامر ريفولف. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.